السلام عليكم. اليوم نعرفكم بمركز عائلي يقع في ولاية طارف، يعني ده يعني بالقرب جدا بالحظيرة الوطنية للقالة، ويعتبر يعني استثمار رائع وصديق للبيئة، وهذا هو النوع نتاع البنايات اللي نحبها تكون في المناطق القريبة من الغابات، واللي تكون صديقة للبيئة وما تأثرش كثير على البيئة وعلى النظافة تاع البيئة. ونشوف البنايات كلها من الخشب، وهذا نوع جديد ينضاف إلى العروض السياحية للعائلات الجزائرية، يعني بغض النظر عن العروض اللي نعرفها على الشواطئ على السواحل، وكذلك العروض الموجودة عبر الحمامات المعدنية في كل ولاية الوطن. إذا السياحة الغابية تنضاف، إن شاء الله يكون فيها استثمارات أخرى من هذا النوع، ولازم الحفاظ على الطبيعة وأخذ الحيطة والحذر بما يخص يعني حرائق الغابات اللي قد يعني تؤدي إلى مخاطر. إذن لازم يعني أخذ الحذر واحترام القوانين المعمول بها في ميدان الوقاية من الحرائق الغابات. وترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.